على الاستماع موجة الصباح على راديو ماد، مرحبا، اهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. فرصة جديدة لتلقي التلقيح في تونس، فرصة جديدة علاش؟ خاطر قبل ما يدخل المرسوم الرئاسي لإجبارية الاستظهار يعني بجواز التلقيح حيز التنفيذ، فرصة جديدة اليوم السابع من التلقيح، ومش نحكيو عليه ومش نحكيو زادا وين وصلت التلقيح في تونس، قداش اللي استكملوا عملية التلقيح وغيره من التفاصيل. معنا مباشرة السيد دكتور رياض دغفوس، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح. دكتور رياض، أهلا وسهلا، مرحبا على راديو مات. مرحبا، صباح الخير ناس كل. مرحبا دكتور رياض. إذا أنا قلت فرصة جديدة، هي فرصة جديدة حقيقة للتلقيح، يعني تلقي التلقيح نهار 21 نوفمبر تحديدا بعد غدوة، يوم سابع مفتوح لتلقي التلقيح في تونس. أي، هو يوم مفتوح ومكثف، تلقيح مكثف، إن شاء الله يجيوا برشا عباد. إحنا معناها يكونوا إن شاء الله المراكز مفتوحة من 8 متاع الصباح حتى للساعة الرابعة العشية، ومش يكون مع 354 مركز مفتوح. والحملة هذه مش تهم إن شاء الله العباد اللي عمرهم فوق 18 سنة، معناها 18 سنة فما أكثر، معناتها ناس كل معنية بالتلقيح. اللي نحبوا نأكدوا العباد، ما معناها ما همش ما معناها حتى كسس، هو أكثريتها معمولة للجرعة الأولى، أما حتى اللي يغذي جرعة ويحب يعمل جرعة ثانية، معناها جاء وقت الجرعة الثانية، فما عباد خاطر عملوا جرعة الأولى وما زالوا معيطوا لهمش وفاتوا الشهر، هذوكم يجم يجيوا يعملوا جرعة ثانية متاحهم، يعني ما غير سماس، ما غير سماس، ما غير سماس، ومن بعد يحضروا لهم ان شاء الله معناها باش يبدا عندهم شهاده الفاكسيناسيون ومن بعد حتى الباس فاكسينال، فهمت؟ دونك المعنيين هما اللي ما تلقاوش تلقيح جمله، اكيد معنيين خاصة. وكنا اللي عنده جمعه ثانيه ما عملهاش ويحب يجي يعملها زاد مرحبا يجي يعمل جمعه. والكل هما غير اس ام اس، ما غير دعوه، ما غير حتى تتنقل معناتها لل 354 مركز مش يكونوا مفتوحين، مراكز جهويه ومحليه ايضا تقريبا في جل المعتمديات باش يكونوا المعتمديات، وخط فما برشا بلايص تو فما معتمديات نسبة التلقيح ضعيفة، هذوكم إن شاء الله معناه مش يصير خدمة كبيرة باش يحاولوا يوعيوا الناس ويعيطوا لهم وحتى يمشيوا لهم باش يكونوا معناها في البلدان هذوكم يكون النسبة تطلع شوية، خاطر باش يكون فما شوية حتى باش جهات فما مناعة معناها تبدأ قوية في جماعية، خاطر نشوفوا بعض الجهات وفما ديكلوستير هذوما يجيوا معنا عدد كبير في بعض الجهات ولا بعض المدارس، هذا نتج على قلة تلقيح، معنا البلايس هذوكم تلقيح ضعيف فيهم شوي. جستمون كما اللي صار في الهوارية، باش نقول لك انا معلومة دكتور، كما اللي صار في الهوارية حفل زفاف، حفل زفاف معناتها هو تسبب في تفشي نتاع عدوى منطقه ممكن ما همش ملقحين كما يلزم، وحتى وصلت زاد حتى للمدرسه، معناتها ثم تلامذة ضربوا تقريبا 12 تلميذ يعني ثبت معناتها انهم مضروبين فيروس كورونا، وصارت حتى تعقيم المدرسه، والسبب كما قلت الاصلي هو حفل زفاف. مازلنا معناتها اذا انت ما تلقحش راهو نفس الاسباب تاع قبل، مازلنا في حفل زفاف تجمع نجم تفشى فيروس كورونا، وزاد اللي شفناه مؤخرا دكتور في القيروان، زاد في تحديدا اللي صار معناها زوج حاجات هذوكم، حفل زفاف وطفينا معناها حاشاكم، معناها صار فيها حالات كبيره برشا حالات، واحنا عليك ديما نذكر ونقول ولو تو احنا الحاله الوبائيه هاي ياسر في تونس، معناها نقص برشا المؤشرات كل بالكدا، اما ما يلزمناش نرخو، معناها يلزم ديما نقضوا في مخنا اللي تنجم ترجع ويفهم الحالات موجوده، وعليك يلزم ديما نقضوا نتبعوا البروتوكولات الصحيه والاجراءات الوقائيه باش ما يعاودوش يرجع لنا، فهمت؟ المعتمديات دكتور اللي ما فيهمش معناتها نسبه من الناس اللي لقحت نسبه مئويه مطمئنه على الاقل، معناتها شنو هو الحل معاهم؟ معناتها كيفاش باش اللجنه الوطنيه للتلقيح كيفاش باش تتعامل مع الموضوع هذا؟ احنا نقولوا لازم نمشيوا لهم، شوف احنا ما نقعدوش ديما نقولوا من العباد، العباد لازمنا نفسروا لهم، وفما عباد راهو ما يعرفوش حتى كيفاش يقيدوا وين يمشيوا كل، معناها ما نقعد معناها احنا لازمنا زاده نعملوا المجهود، ما نقعدوش معناها في الاستراتيجيه القديمه، نطوروا الاستراتيجيه نتاعنا ونلقاو افكار جدد باش نحاولوا نلقحوا الاكثر عباد. فما ناس اللي مازالت ما فهمتش، ما تعرفش كيفاش تلقح، ما تعرفش فين ولا خايفين، نمشيو لهم ونفسروا لهم ونمشي لهم حتى لديارهم، معناها فهمت؟ كان زعما معناتها وين هما معناتها باش يلقحوا؟ اي بالطبيعه، فما ناس تسكن بعيد راهو ما يجيش حتى يخلط لك البلاصه التلقيح، لازم نمشيو لهم.
معناها ما بعضنا الناس كل ما بعضنا احنا نحاولوا نوعي ونفسروا العباد اللي يجم يهز والديه يهز ولا يهز جاره ولا معناها الناس كل ما بعضنا نكملوا قدمنا مليح احنا تو جوستومون باش نجيك على الارقام انا ماذا بيا كان تعطينا الارقام وين وصلنا في حمله التلقيح وخاصه انك انت قلت لي توا انه معناتها عندنا الحاله الوبائيه هايله في تونس كلمه هذه احنا برشا ما سمعناهاش معنا لا باهي الحاله معناها تشوف انت تو في العالم كل احنا من احسن البلدان في اوروبا رجعت الكل احنا الحمد لله انا نعسوا تو على الحدود باش ما نتعاودش تدخل لنا معناها من جديد الفاكسان وصلنا فتنا 53% من العباد اللي فوق ال 15 سنه حاجه باهيه حاجه بالكدا مي ما زلنا نحبوا نزيدوا اكثر خاطر عندنا الامكانيات الفاكسان موجود احنا تو شدينا ريت معناها لي سونتر الناس كل تعرف تزرق تعرف تخدم وكل معناها نزيدوا نجموا نكثروا نزيدوا تلقيح وكما قلت لك احنا مدابو فئه 40 سنه بما فوق عندك اكثر من مليون عبد مازالوا ما لقحوش نقول لك مازال احنا الاهداف نتاعنا مازلنا ما وصلناهمش كيما نحبوا احنا خاصه اللي فوق 40 سنه معناتها هذوما ثم اشكال فيهم كبير اليوم اشكال خاطر كان ترجع باك جديده موجه جديده العباد اللي مش يتمسوا اكثر هم هذوكم هذوكم وخاصه اللي ما عملوش الفاكسان حتى تشوف انت في اوروبا مو رجعت لهم موجه كبيره اما تشوف برشا الارقام كبيره معنا العداد نتاع العباد اللي مسوا بالكوفيد برشا اما ضرتهم شويه معناها برشا شويه عباد اللي قاعدين يمشيوا للسبيطارات ولا يتوفوا ولا حاجه عليه خاطر عندهم متود فاكسيناسيون كبير معناها نسبه تلقيح كبيره برشا هذيك يوريك مره اخرى قيمه التلقيح فهمت وكثرية العباد اللي قاعدين يتمسوا اللي ما لقحوش هما اللي قاعدين معناتها اللي يأثر فيهم الفيروس وقاعدين يتعداوا معناتها هذه البروفة مرة أخرى اللي تلقيه عنده قيمة كبيرة دونك عليك احنا اليوم نقولوا مادابنا احنا معناش معناها الدنيا راكعة كيف نقولوا معناش موجة كبيرة عنا بعض الحالات وبرا شتاء داخل توا معناها يجم يجي في كل وقت يجم يجي موجة جديدة دونك لازمنا نكونوا فايقين ونقويوا التلقيح معناها جوستومون هي فرصه 21 نوفمبر الناس باش تمشي معناها فرصه كبيره باش الناس تمشي ما يخليوش من روحهم انا ما نحبش نحكي على الجواز الاكثر لاحد جواز التلقيح خاطر كانه معناها واحد يخوف العباد لا انا نحكي كان على لو كوتي سونتي معناها صحه العباد باش يحميوا روحهم هذاك اللي بيه الفايده تحمي روحك لازمك تمشي تلقح وعندك فرصه اخرى باش تمشي تلقح ما عادش فيها تخمام وزيد ثم اختيار نتاع نوع تلقيح زاد دكتور وي ولا دونك نهار الحد ان شاء الله يكون فما فايزر جونسون وسبوتنيك زاد تختار نوعيه تلقيح تحب عليه وتختار فوالا ذولي ما كثرش من هكا معناها يلزم الناس تمشي معناها شوف احنا كيفاش قدمنا وتطورنا قبل كنا باش ما نلقاو تلقيح بعد ولا تلقيح موجود وبعد تو كلنا نختار بالاختيار الحمد لله وديجا تونس ماشيه في بدات هي ديجا في الجرعه الثالثه بدات في فئه عمريه الجرعه الثالثه ديجا في الصغار 12 سنه بما فوق معناها قدمنا مليح فهمت كل مره هانو قاعدين نقدموا افكار جدد وهذه حاجه باهيه لبلادنا الحمد لله في اخر سؤال باش نختم معك دكتور هي اشاعه ومهم جدا انك انت معناتها كرئيس يعني اللجنه الوطنيه للتلقيح وعضو اللجنه العالميه مكافحه فيروس كورونا في تونس انك انت تفندها على لسانك خاطر دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ونعرفوا يعني انه الاشاعه اليوم في تونس نجم تاثر يعني على الناس وتنجم تاثر على الراي العام في تونسي هي ايقاف المدير التنفيذي لشركه فايزر للتحقيق إشاعة هذه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس خافت وهذايا معناتها ملموس وتتحكي معناتها تتحكي في القهاوي تتحكي في الأسواق تتحكي في الشارع خبر كما هذا نجم يأثر يعني على سير عملية التلقيح في تونس اللي هو لا أساس له من الصح لا إذا نقول لك هو أولا هذه حاجة تخص فايزر في أمريكا احنا اشتغلنا ما قاعدة تدور في تونس الدكتور والناس يقول لك احنا جيبونا في فايزر وما تعرف المواطن التونسي بسيطرة أولا هذه حاجة تخص هموما ثانيا حتى بعد مرات يصيروا مشاكل كيف هكا في بعض المخابر كل يجب يكونوا مثلا في التجارب صاروا مشاكل لما مشاكل إدارية رغم أنا حتى كان صارت حاجة تقعها في المستوى الإداري مش المستوى العلمي وفي المستوى العلمي
معناها حكايات كين هذا ما عندهم حتى تأثير على تلقيح استعملوه مليار دويت متاع عبيد. جستم. لو كل يوم في العالم 7.6 فتناهم 6.6 مليار دوز معناها تلقيح اللي صاروا داروا توك استعملوهم في العالم. فايزر ما نعرفش يمكن فاتوا 4 مليار دويت ولا 5 دوزات أكثر واحد توك اليوم استعملوه. أي. ما عادش نسألوا على التجارب شنو اللي صار. اي ما عادش عنده حتى معنى مع التسوير على. ما عادش عنده حتى معنى. مش تحكم على 30,000 ولا 40,000 شاركوا في التجارب. صحيح ديجا معناتها ثم 5 مليار. مليارات عباد اللي استعملوه سي فيني ما عادش نخزر للتجارب صار. أنا حتى كان صاروا مشاكل في التجارب تولي إدارية. ما عادش عندنا دخل فيهم حتى. صحيح علميا انتهى الموضوع والتلقيح يعني. فكري. أي. وفاه معناها ما عادش تخصنا حكاية كيمك. ولهذاك علاش قلت لك باللول معناها حتى كان فما مشاكل هذوم تخص هموما وتخص فايزر وامريكا والإدارة نتاعهم ما عندها حتى يعني اذا صحيح المعلومه راه حاجه اداريه ما عندها حتى علاقه واللي هي مش صحيحه ديجا فني دت معناتها بغينا نقول لهم الاشاعات هذوم كي تبدا حاجه كبيره كيف هكا مش تخش فيسبوك تموت تخرج في الانباء العالميه جوستومون تلقاها في رويترز بس تلقاها في سنان والدنيا راهي تقلبت احنا ما حكى عليها حتى يعني أي الناس اللي غالب معناتها راهو مكيك تصدق يا دكتور مجرد ستاتيو على الفيسبوك ما احنا هذاك علاش انا اخترت انه احنا نقوله ونصلحه خاطر مهم وخاصه احنا مقبلين تو على لوفانتيان خلي لك كلمه للناس تسمع فينا دكتور ياد دخفوص رئيس اللجنه الوطنيه للتلقيح شنو تقول لهم للتشجيع مجددا على تلقي التلقيح نقول لهم احنا تو كي لازم تلقحوا داخلين على الشتاء بعد جاي زاد الفاكسان تاع الجريب هاد نكملوا ساك الفاكسان تاعنا هذا نقدموا مليح خاصة العباد الكبار راهو ما تخليوش العباد الكبار اللي دايرين بيكم مش ملقحين معناها مسؤولية نقول لهم طول العباد الكل معناها عبادكم وعائلاتكم كل يلزم يلقحوا يلزم خاطر توك معناها الموجة تجم جينا احنا في أوروبا كي يبدأ الفيروس في أوروبا معناها حذانا اي قريب لنا برش يدخل. قريب عنا برشا معاملات الناس تمشي وتجي الكل احنا نمشي لهم وما يجيونا معناها عطوما مو يجم يجي الفاكسان يلزمنا حتى وكان تجي الموجة باش نغلبوها كان بالفاكسان واضح تجي خفيفة حتى عبد معناها لا يقدر حتى كان يمرض تجي خفيفة ما نعاودوش احنا معاش نحبوا نعاودوا نرجعوا كي قبل احنا وقاعدين نرجعوا بشوية بشوية العيش العادية الحمد لله برشا حتى الاستاد رجعنا نتفرجوا معناها كل شيء قاعدين نرجعوا ما نفسدوهاش معناها ما نفسدوش هذيك باش نقضوا نهار نحسوا بروحنا رجعنا كيما قبل ونعاودوا نفكروا واضح يعطيك الصحه شكرا دكتور رياض دخفوص رئيس اللجنه الوطنيه للتلقيح شكرا على كل هذه التفاصيل 21 نوفمبر بعد غدوه من 8 متاع الصباح ل 4 متاع العشيه الناس كل مدعوه لتلقي التلقيح دون اس ام اسينج يعني بلاش ميساج ما غير ما تقعد تستنى في ميساج تهزك بطاقة تعريف أو جواز السفر أو يعني ما يثبت الهوية متاعك وتمشي تلقح نعاود نذكر ديما نحب نذكر بها الحكاية هذه راهو التلقيح مفتوح للجميع مش كنا توانسة فقط حتى المقيمين في تونس وزاد حتى للاجئين أو طالبي اللجوء في تونس أو الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء وغيره أي مواطن موجود أي إنسان موجود على الأرض هذه الأرض الطيبة تونس اللي نحبوها الناس الكل ينجم يمشي يلقح نهارة لحد دونك الدعوة مفتوحة للجميع تنجموا زادة تختاروا تلقيح متاعكم معكم فايزر وإلا جونسون آن جونسون وإلا سبوتنيك الروسي يعني بالمنيو نجم تختار تلقيح مشي لقح ما غير ما يجيك ميساج ما تشدش الصف خير من وعندك مركز مفتوح في أقرب نقطة ليك يعني في كل معتمدية عندك مركز انت تلقيح مفتوح نذكروا هذايا اليوم المفتوح هو فرصة علاش فرصة خطر قرب موعد دخول جواز التلقيح اللي كيما ورد هنا سحرور اليوم الصباح نجمو استحرج جواز التلقيح متاعي كيما بطاقة التعريف تحطوه في البورتفوي متاعكم ولا حاجة محلية باش تبعت نجمو تتحركوا كيما يلزم وتعيشوا عندكم حرية. الكود كيو ار متاعكم تجمو تدخلوا بيه للزيسباس الكل الدنيا كل باش تولي بالكود كيو ار راهو هاكا تطلعوه كيما بطاقة تعريف حكاية فارغة معناها بسيطة سامبل. بسيطة على الاخر معناها تمشي تعطي نمر التسجيل متاعك يطلعوا لك جواز التلقيح وربي يحمي تونس ان شاء الله تونس ترجع يعني الحياة الطبيعية بدينا تدريجيا ارقام هائلة الحقيقة اليوم تحقق فيها تونس في التقدم يعني في عملية التلقيح فقط هكا كما زلت لنا دقيقة 90 معناتها ما نخسروش الطرح يعني باش ما ترجعناش فاق اخرى لقدر الله ونشوفوا يعني نوعا ما من المشاكل اللي شفناها قبل اللي ما عادش نحبوا نشوفوها بتاتا وربي يحفظ الجميع موزيكا رجعين يلا